يسعد أوقاتكم. رح نحضر سوا البوريك التركي المقرمش والهش. رح يكون اليوم بشكل مميز البوريك الحلزوني، كتير مرتبة وسهلة وكمان وجبة غنية ولذيذة. عندي طنجرة على النار حميتها بدون ما أضيف فيها زيوت. رح أضيف عندي نص كيلوغرام من اللحم المفروم ناعم، استخدمت لحم الخلف، ممكن نستخدم كمان لحم العجل. زي ما شايفين رح أبدأ أقلب اللحمة على الناشف بدون إضافة زيت لحد ما تنشف معي تماماً ويتغير لونها. هاي أفضل طريقة لتسوية اللحم المفروم، تطلع معانا اللحمة مفلفلة ومبعدة عن بعضها ومحمصة بشكل كتير لطيف، نكهتها كتير طيبة وخالية من أي زفر أو زنخ. بس وصلت عندي اللحمة لهذا اللون، جفت تماماً، بطل فيه أي لون أحمر أو لون لحمة غير ناضجة. هون رح أضيف البصل، أنا لحد هلأ ما ضفت الزيت، وهاي هي طريقتي دايما في تحضير اللحمة المفرومة. رح أضيف بصلة كبيرة مفرومة ناعم كتير. ضفت البصل للحمة، رح أقلب البصل مع اللحمة سوا. وهلأ بتيجي الخطوة الثانية الضرورية جدا، رح أغطي الطنجرة بهالشكل وأوطي النار لأدنى درجة حرارة وأتركها لمدة 5 دقائق لحد ما يستوي معي البصل تماما واللحمة تجف وتستوي. هون بعد مرور 5 دقائق على نار هادية جدا رح أفتح الغطاية. شوفوا معي كيف البصل اختفى، صار شفاف. هلأ لازم أعلي النار. هون أنا بدي أبدأ أحمص اللحمة، رح أستخدم 4 معالق كبيرة من زيت الزيتون. كمان بهاي الخطوة منضمن إضافة زيت الزيتون بعد تقلية اللحمة، هيك ما بيقدح معي زيت الزيتون، ما بتحول لمواد ضارة. رح أقلب وأحرك، وضروري تكون النار عالية حتى تجف المي تماما والسوائل وتتحمص اللحمة. شايفين كيف بدأ السائل يجف تماما؟ بدأت اللحمة تاخد تحميص. نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، وآخر إشي نص معلقة صغيرة من البهارات المشكلة أو 7 بهارات. بتحبوا تضيفوا أي نوع من البهارات اللي بتحبوها أكيد ممكن. هون رح أستمر بالتقليب مدة دقيقة لتتحمص اللحمة مع البهارات وتطلع الريحة الطيبة. ضروري الحشوة تكون جافة حتى لما نحشي بالورق البوريك ما يتمزع معانا. حشوتي هيك صارت جاهزة، رح أرفعها عن النار ونتابع التحضير. عشان نتابع تحضير وصفتنا لازم نحضر إشي اسمه خليط التشريب. هو بيتكون من 2 بيض، ضفتهم بوعاء. رح أضيف مع البيض 3 كوب من الزيت النباتي، 3 كوب من الحليب السائل، نص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود. هاي هي كل المكونات، لازم أخلطهم كتير منيح ليتجانسوا، وبهيك خليط التشريب صار عندي جاهز. هلأ رح أحضر صينية الفرن اللي بدي أخبز فيها البوريك. عندي هنا الصينية قطرها 30 سنتيمتر، أنا استخدمت بايركس. رح أرشها برداد الطهي، ممكن ندهنها بالسمنة أو بالزيت. العجينة اللي رح أستخدمها اليوم عجينة البقلاوة المجمدة أو عجينة الكولاج أو عجينة الفيلو، أي نوع من العجائن هاي متوفرة ببلادنا بنستخدمها. العجينة هاي بتكون مجمدة، لازم نطولها من الفريزر قبل بيوم ونتركها بالتلاجة لحد ما تدوب تماما. رح افتح العجين، زي ما شايفين هي بتكون مغلفة بنايلون. بدنا ننتبه هاي العجينة كتير حساسة، ما لازم يكون في مجرى هواء بالغرفة اللي بنشتغل فيها حتى ما تنشف معانا العجين، ولازم نستخدم قطعة قماش نظيفة ونغطي العجين طول ما احنا عم نشتغل فيها. انا بس بدي افرجيكم حجم العجين كيف، او الوراق كاملة تكون بهذا الحجم. أنا بدي إياها كاملة وبدي ألفها بشكل أسطواني من هذا الطرف. هلأ رح أرفع هاي العجين وأغطيها وأبدأ ورقة ورقة. أخذت عندي هون على الطاولة ورقتين من عجينة البقلاوة أو الكولاج أو الفيلو. زي ما شفنا بنقدر نستخدم ورقة واحدة أو طبقة واحدة، وبنقدر نستخدم طبقتين لو كنا منحب القرمشة أكتر. هون رح أبدأ أدهن طبقات هاي بواسطة خليط التشريب اللي عملناه سوا. دهنة خفيفة، ما بدنا نكتر، بوزعها بعدين بدهن كتير منيح لحد ما أغطي الورقة من كل مكان. بعد ما دهنت الورقة كتير منيح عندي الحشوة هون الجاهزة اللي حضرناها. رح أبدأ أضيف الحشوة على شكل أسطواني على طرف العجين تماما بهذا الشكل. هلأ رح أفردها بإيدي لتاخد شكل أسطواني هيك. بعد هيك صرنا جاهزين نلف مباشرة. باخد الطرف هذا وببدأ ألف الحشوة والعجين بهالشكل. حتى لو تمزعت معانا العجين شوي أكيد منقدر نتدارك الموضوع سهل. زي ما شايفين هيك رح أبدأ أعمل شكل حلزوني بواسطة العجينة من نص البايركس أو الصينية. ببدأ ألفها بهالطريقة.
رح أتابع كل أسطوانة رح أعملها، بستمر باللف لحد ما أحصل على أسطوانة كاملة أو حلزونة كاملة بالصينية. حتى لو تمزعت العجين مو مشكلة، أكيد نقدر نلمها ونضغطها على بعض كتير منيح، بالآخر رح تحصل بالآخر رح نحصل على شكل حلزوني مرتب. هيك أنا وصلت لآخر أسطوانة، خلصت معي الحشوة وهيك انتهيت. شوفوا كيف الشكل كتير حلو، بضغطهم على بعض حتى ياخذوا شكل الحلزوني المرتب زي ما حكينا. حتى لو تمزعت أطراف العجين مو مشكلة. خليط التشريب اللي ضل معانا هذا هون رح أبدأ أدهن فيه العجين وأصبه بوفرة، يعني أخلي الخليط يفوت بين رقائق العجين هيك حتى يستويها وتتماسك العجين ببعضها بفعل البيض طبعا، وتعطيني كمان قرمشة وهشاشة كتير طيبة. هلأ رح أحطها بالفرن المحمى مسبقاً، وضروري الفرن يكون حامي على الرف الأوسط، درجة الحرارة 200، وبتحتاج تقريباً ربع ساعة لحد ما تصير ذهبية من تحت، بعدين رح نحمرها من فوق ونقدمها. وهيك بعد ما نضج معاي البوريك تماماً، هلأ لازم أتركها على طاولة المطبخ شوية عشان أقدر أقطعها وأطلعها بسهولة. هلأ خلينا نجربها سوا، تطلع معانا بكل سهولة، كل قطعة لحالها مستوية من بين الطبقات ومقرمشة من تحت، والحشوة كتير طيبة. صحتين وألف عافية.